اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أثابكم الله. يقول السائل: إذا كنت أقرأ القرآن ثم جاء شخص وسلم علي، هل أرد عليه السلام أم أكمل الآية؟ أكمل الآية، أكمل الآية ثم رد عليه السلام. واللي يقرأ القرآن لا يشرع السلام عليه، لأن هذا يشغله ويقطع عليه القراءة، فإذا فرغ من القراءة سلم عليه.